لكن كنت من شويه طلبت اعمل يعني مكالمه كده مع الاستاذ ايمن الشريعي، وبالفعل الاستاذ ايمن الشريعي معايا على التليفون وبحييه بصراحه. ويمكن لسه من شويه كنت بشيد بنادي امبي وبالتجربه اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، وبالنجاح الساحق واللعيبه المميزه والفريق الرائع بجهاز فني من ابناء نادي امبي طبعا كابتن سيد ياسين. فخليني ابارك واهني كمان الاستاذ ايمن الشريعي مره اخرى. استاذ ايمن ازاي حضرتك؟ كريم ازيك، اخبارك ايه، عامل ايه؟ الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. اشكرك يا حبيبي، ربنا يخليك. لا والله حاجه محترمه جدا، يعني انا شفت بقى اتفرجت كمان في الملعب، حاجه فرقه محترمه وماشيين بخطى ثابته في التخطيط بتاعكم والاعتماد على قطاع الناشئين والشباب في النادي امبي، وحاجه حاجه محترمه جدا يعني صراحه. يعني اشكرك. كنت من شويه بتكلم على موضوع المصري وامبي ومين اللي هيلعب كونفدراليه. انتوا طلعتوا بيان النهارده ان امبي حسب الجدول النازل في رابطه الانديه ان امبي في المركز الاول برصيد 28 نقطه، دي طبعا نتائج الدور الاول. والمصري في المركز الثاني برضه ب 28 نقطه، ولكن فرق الاهداف لصالح امبي، فكده امبي اللي تلعب كونفدراليه. وانا جبت اللائحه من شويه لقيت ان اللائحه عشان نحدد المراكز بالمواجهات المباشره الاول وبعدين فرق الاهداف، فالمواجهات المباشره المصري كسب امبي 2-1، فالمصري هو اللي يلعب كونفدراليه. تعليقك ايه على الكلام ده؟ طيب بص يا كريم، علشان ما نضيعش وقتك ووقت المشاهدين الكرام، تمام، انا بس عايز ابتدي، لازم تقرا الاول بيان نادي امبي. ماشي. لان بيان نادي امبي تعرف منه القصه ايه. تمام. بيان نادي امبي قال لك وفقا للائحه اداره المسابقات رابطه الانديه في بند المشاركات الافريقيه. في بند محطوط، انا الاتحاد بعت او رابطه الانديه بعتت، انا يهمني البند بتاع المشاركات الافريقيه اللي انا بتكلم عنه. البند ده بيقول ايه طيب يا استاذ ايمن؟ خلي بالك بس، وفي حاجه ثانيه وفي شرط ثاني للبيان بتاعي، وحال الاستقرار ده مهم على ارسال نتائج الدور الاول للجوله 17 لمسابقه الدوري. ايوه، يعني في حاجتين بس خلي بالك، الحاله دي هتحصل. مش مو... انا على فكره ده مش الاتحاد الافريقي. لا بص يا كريم، بس اتفضل، الحاله دي تحصل ما تحصلش ده مش قرار، ده قرار رابطه الانديه والاتحاد. انا عارف، بس هو انا قراري انا انا عشان بس انا اللي يهمني الحال بتاع نادي امبي اللي انا مسؤول عنه. طبعا البند بتاع اللي يخص المشاركه الافريقيه بند واضح وصريح، بس هم دايما بيشوفوا حاجه معينه. البند بيقول ايه بقى؟ في بند مكتوب المشاركات الافريقيه للفرق المصريه، تمام، في الف وب، ب مكتوب في حالة تحديد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد ارسال اسماء الاندية قبل انتهاء الدوري القسم الاول، يتم اعتماد نتائج مباريات الدور الاول بالكامل. فول ستوب. تمام. وقف. حلو. اللي عمل اللائحة عارف كويس قوي وهو بيعمل ان الدور الاول هيبقى فيه موجهة واحدة. ايوه صح. فكان لازم يكتب اللائحة دي، القانون بتاعنا. كان لازم يكتب ان المعيار في الاختيار هيتوقف على الموجهه الواحده دي. صح. بس هو ما يعرفش يكتبها. ليه ما يعرفش يكتبها في اللائحه؟ لانها ضد كل المعايير بتاعه تكافؤ الفرص العالميه، عشان دي مباراه واحده طبعا. فيعمل ايه؟ ففول ستوب. فول ستوب دي بقى معناها ايه بقى؟ لا انا مش ما يعرفش يفتحها برضه، خلي بالك. ليه بقى؟ لان البند الثاني اللي بيعتمد عليه الاتحاد او رئيس لجنه المسابقات في الترتيب والهبوط، مكتوب كده العنوان الترتيب والهبوط. بدل كتب الهبوط يبقى ده في اخر الدوري. تمام. كتب فيه ايه بقى الترتيب والهبوط؟ ده موضوع مهم بقى. كتب فيه ايه؟ في حاله التساوي في عدد النقاط للفريقين يتم تحديد المركز على النحو التالي. النقاط التي حصدتها الفرق في مواجهتها المباشره مع بعضها البعض. تمام. احنا نسينا عدد الجولات في الدوري المصري اللي احنا شايفينه دلوقتي، ما حدش حد عارف احنا الجوله ايه. صح. بس اكيد مش هننسى العربي. العربي اللي احنا عارفينه. تمام. العربي ده خدناه من اولى ابتدائي. تمام. مع بعضها البعض، يعني ذهابا وايابا. كان ممكن يقول مع بعضهم، قال لك مع بعضها البعض. فعدم اكتمال المواجهتين يبقى لازم بيلجا للترتيب الاخر. فرق الاهداف. اللي هو فرق الاهداف، والدليل على كده ان احنا طول ما احنا شغالين في الدوري، وانا جبت ورقه من جدول صحه الرابطه. ان ام بي فوق المصري عشان فرق الاهداف.
وانا هفضل معاك للاخر. اذا كان برضو رئيس لجنه المسابقات واقف بيقول لك في نهايه الجوله ال 17 انا باعت الدوري في نهايه الجوله ال 17، كان الاولى في الترتيب بتاع رابطه الانديه اللي هو حطه في الجدول في الدوري في الجوله ال 17 كان حط المصري الاول ويمشي بعديه. عشان مواجهات مباشره، مش مواجهات اسمها المواجهات المباشره. الحاجه اللي اهم مبدا تكافؤ الفرص. احنا رحنا لفرق الاهداف، فرق الاهداف يا كريم معبر حقيقي عن جهد الفرقه في 17 ماتش. ايوه. انما الماتش الوحيد ده مش تكافؤ فرص، ده ماتش وحيد وبره ارضي. يعني مفيش لا وجهه نظر تحترم بصراحه. انا لما سمعت منك الشرح ده برضو دماغي اتلفت. لا لا خلي بالك يا كريم. الحقيقه الازمه مش بين انبي والمصري، عمر ما في ازمه بين انبي والمصري. المصري يوم ما يتاهل احنا نروح نشجعه في افريقيا. اكيد. الازمه الحقيقيه في رئيس لجنه المسابقات في اللائحه اللي اتعملت. اللائحه دايما مش متوضحه دايماً بشكل كامل. دايما 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 اللائحه مش لائحه، عباره عن خواطر. خواطر دي جمع خاطره اللي هي فكره بسيطه لا تحمل كل الاوجه. وتتساب بقى انت تشوفها بالزاويه دي وانا اشوفها بالزاويه دي. ونشوف نعمل ايه. لا اسف حضرتك كاتب كلام واضح ان في المشاركات الافريقيه بتاخد ترتيب بعد الجوله ال 17. كل الجولات انت طبعا معانا في الكوره وشايف. انا عارف. كل الجولات اكبر دليل على كده. الجوله الاخيره اللي قبل الاخيره في مواجهه القمه الاهلي والزمالك. ايوه. الاهلي الزمالك كسب الاهلي. بس الجم في ترتيب حطوا الاهلي الاول. لان فرق الاهداف للاهلي 12 هدف والزمالك 8. ايوه. اذا كنت بتحسب بالمواجهات المباشره عجلي ترتيب الدوري من اول وجديد. انا محتاج ان انا اشوف انا مشارك. أيوة. اعرف ترتيب ايه. انما انت بتيجي عند نقطه معينه وتقول لي لا بقى في الحته دي احنا هناخدها بمواجهه مباشره. مفيش حاجه في الكوره اسمها مواجهه مباشره في ماتش واحد. المواجهات المباشره ماتشين. والدليل على كده في التفسير بتاعه كاتب على ان لا يحتسب الهدف خارج الارض بهدفين. ما دام في هدف خارج الارض يبقى في هدف داخل الارض. ايوه. طب انا ما لقيتش الماتش واحد. فكلام واضح مش محتاج. اما فيما يخص ان هم هيلعبوا او هيختاروا في اخر الدوري يا ريت. طبعا كل ما زدنا من تكافؤ الفرص ان هيبقى في الدور الثاني. بس الدور الثاني حاجه الدوري هيخلص متاخر. ده بطوله افريقيا الجديده هتبدا قبل نهايه الدوري. مش مهم. بص يا كريم بس ده مش دوري انا ولا قرار. انا فاهم زي ما قلت بالظبط قبل كده. لما جم اتكلموا قالوا ان رئيس لجنه المسابقات بيقول بالمواجهات المباشره. هذا ليس قرار رئيس لجنه المسابقات حسب اللائحه. لا 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 ده قرار مجلس اداره الرابطه. لازم نفصل. وده اللي قلنا عليه في كونفليكت اوف انترست. لازم نفصل ما بين الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره بصفته الانتخابيه طبعا كل التقدير والاحترام ليه طبعا، ونفصل بين المشرف على اداره المسابقات كوظيفه في رابطه الانديه. دي وظيفه حضرتك في رئيس لجنة رئيس رابطة الأندية ومجلس إدارة بيشوف كل حاجة وبيطلع القرار للاتحاد. محتاجين نفهم، لازم نبقى عارفين كل حاجة. أيوه. مش هينفع الموضوع كده. فعشان كده قلنا يا جماعة دي بنودنا ودي اللائحة اللي بتقول. ما تجيليش تقول لي اللائحة الترتيب والهبوط، خش لي في الحتة بتاعة المشاركات الأفريقية. أنت محدد المشاركات الأفريقية وما حددتش فيها المواجهة المباشرة الأولى. صح. كنت لازم تحدد المواجهه. بدل ما حددتش المواجهه المباشره الاولى يبقى لازم بنتكلم في فرق الاهداف وده المتبع من سنين. ارجع لجدول الدوري يا كريم من اول جوله هتلاقيها كلها فرق الاهداف. ما مشيتهاش ليه بالمواجهه المباشره الاولى؟ أي. يعني انا افهم ان انت في المواجهه المباشره الاولى بتركب اللي كسب وتيجي في المواجهه الثانيه بتركب الفرق. موافق. عمرنا ما عملنا كده. ليه؟ على فكره ده وفقا للائحه. عدم اكتمال المواجهتين تبقى هي والعدم سواء. فبيخش على فرق الاهداف. لا انا بصراحه يعني مبهور بشرحك كمان. انت لا انا كنت بتكلم من زاويه، انت فتحت لي زاويه ثانيه خالص انا ما كنتش واخد بالي منها. خلي بالك يا كريم عشان ده الشغل. اه وبالمناسبه يعني الموضوع ابسط بالبساطه يعني.
ايوه يعني اللائحه دي بسيطه جدا، بس لازم اللي لا اصل انا لما شفت اللائحه بتاعت المسابقه وكده، انت دخلتني في حته تانية خالص، اللي هي بتاعت البند بتاع اللي هيلعب افريقيا المتاهلين. وانا اروح انا اروح لترتيب وهبوط وانا عندي بند اسمه مشاركات افريقيه؟ صح صح احنا يا جماعه انا هدور على البند ده وهحاول. هو في بند هبعته لك، هو بند لا موجود، انا عندي اللائحه كلها هجيبها دلوقتي. اسمه المشاركات الافريقيه، في بند المشاركات الافريقيه مكتوب كده في حاله يعني في حاله اختيار الانديه بعد انتهاء الدور الاول. مكتوب المنطوق بالظبط كده، يتم اعتماد نتائج مباريات الدور الاول. الدور الاول بالكامل بس صوب. خلي بالك بس ما جابش بقى أيوة. مواجهات مباشره وفرق اهداف. انا فالطبيعي أروح. يبقى فرق الاهداف ان هي مواجهه واحده. هو انا اروح لبند بتاع الترتيب والهبوط أيوة صح اللي صح. معمول لاخر الدوري أيوة. واسيب البند بتاع افريقيا اللي انا رايح فيه افريقيا؟ ده صح. وايه ده يا جماعه؟ يعني احنا يعني بالراحه علينا شويه. لا ده في بند كمان متحدد اللي ده متحدد. هو متحدد. خلي بالك ده خلي بالك ده متحدد. وفي حاجه ثانيه اهم، انت لجأت ليه بمشاركه فيوتشر السنه اللي قبل اللي فاتت؟ فانت شفته بكل ابعاده. كان في حد برضه يعني بيتساوى مع فيوتشر؟ كان لا، ساعه لما خلى نطلع في الدور الاول الاتحاد الافريقي ما وافقش. ايوه طلع ساعه لما فيوتشر طلعت في الدور في الدور الاول. كان ايه يعني ساعتها انا مش انت خدت تاني، انت خدت التجربه. انت خدت التجربه. فنرجع تاني نقول ايه بقى؟ نفس القصه زي ما انبي والاهلي احتفلوا في التتويج، المصري وانبي بيحتفلوا ان يشوفوا يعمل ايه في الدور الاول. مصري المشاركه الاهلي وانبي في 2003 قصدك يعني؟ ايوه 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 في 2003 لما طلعوا احتفلوا مع بعض كده. ايوه ودلوقتي الاهلي والانبي والمصري طالعين كل واحد ببيان بيقول لك انا تأهلت افريقيا. العنصر العنصر المشارك في الموضوع ده ايه بقى؟ صانع اللائحه. المسؤول عن اللائحه، اللي كتب اللائحه، الاداره بتاعت الشغلانه. هو ده 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 ده, ده الزرار لازم نشوفه. ايوه ايوه دي حقيقه. يعني خلينا انت يعني انا بصراحه قبل مداخله، عشان كده قلت لهم انا عايز الاستاذ ايمن الشريعي. لا لا قبل مداخله حضرتك انا كنت بتكلم في ان النادي المصري خلاص صعد و لا 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 وباكد وكده، لكن دلوقتي انت قلت لي حاجه انا ما خدتش بالي منها وما اعرفهاش. هقول لك ليه؟ لان ممكن لما تيجي تقرا الكتاب تقرا بالعكس. لا لا الكتاب ليه عدله. الكتاب بنشوفه المشاركات الافريقيه، احنا عندنا مشكله في افريقيا؟ افتح لي بند المشاركات الافريقيه. صح. مش عندنا مشكله في افريقيا، افتح لي بند الترتيب والهبوط. ايوه. احنا كده يعني احنا كده محتاجين حتى الاختبارات بتاعت الاوبن بوك مش ناجحين فيها. ده الكتاب بيتفتح. خلينا بقى نشوف ونسال بقى كده في اتحاد الكوره والرابطه هيحصل ايه في القصه دي. يعني انا يهمني في الموضوع حاجه واحده بس. قرار بتاع الدور الاول او الدور الثاني مش قراري ولا املك فيه شيء، ده يخص الرابطه. ايوه انما فيما يخص اذا 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 حصل. عشان كده قلنا اذا احتمالي الدور الاول لا انبي. انبي مش بمزاجنا باللائحه، وفقا للائحه اللي مكتوبه باللغه العربيه. اللغه العربيه ما فيهاش ترجمه يا كريم. ايوه احنا مش بنتكلمها انجليزي وهنترجمها. هو الناس كاتبه المواجهات المباشره بعضهم لبعض. بعضهم لبعض دي في اللغه العربيه شفناها في سنه 5 يعني ماتشين ذهابا وايابا. وجاي الراجل فسرها تاني. قال لك الجول بره ارضك مش هيتحسب بهدفين. يبقى ما دام في ماتش بره ارضك يبقى في ماتش جوه ارضك. يبقى المعيار ده معيار غير سليم لانه غير مكتمل الجوانب. صح نتلعب علمناها كده والله. ايوه مفيش حاجه يعني. لا صح كلامك منطقي وكلام مظبوط يعني. زي بالظبط كده بتخلي واحد يطلع على السلم وواحد بيطلع بحبل. وبتقول لي اللي على السلم سبق، ما لازم اللي على السلم يسبق. سلم ممهد وطالع. والتاني بحبل بقى بيحطه وهيطلع لسه ويشوف ويعمل رجليه. انت بتثبت المعيار. والمعيار في التثبيت في الدور الاول 17 ماتش. لا يا اما بسيطه بقى. طلع بيان ان خلاص يوم 30 احنا هنشوف الترتيب ايه ونطلعه. براحتك. موضوعك مش موضوع قراركم. احنا صح. احنا اول الطايعين. بس اول الطايعين في كلام احنا نفهمه. بس. تمام. في هدوء يعني. تمام. اسف للاطاله. لا خالص بشكرك. انا يعني كان مهم المداخله دي عشان ما نبقاش بنتكلم من زاويه واحده او من جانب واحد. فانا كده انا كمان كمذيع
لا انا فهمت حاجه انا ما كنتش عارفها او ما كانتش عمري التفت ليها. عمري يا كريم ما هتكلم الا بورقه وقلم. لا تمام تمام. وبيانات. تمام. ممكن تمام. نكون شطار فيها بس في حاجات مش محتاجه شطار، ده مكتوبه. تمام. خلي بالك ده من عندهم مش من عندي. اكيد. اللائحه بتاعتهم. ايوه صح. اشكرك. بشكرك يا استاذ ايمن، بشكرك بشكرك. بشكر استاذ ايمن الشلائي بصراحه، الراجل اتكلم كلام تمام، كلام مظبوط وكلام مقنع وكلام بالورق. فدلوقتي القصه بقت يعني مش عايز اقول خناقه ما بين ناديين، الناديين طبعا كل واحد عايز يحافظ على حقه. يعني كويس ان انا يعني بعد ما اتكلمت على المصري وقلت يصعد كونفدراليه والمواجهات المباشره، استاذ ايمن الشريعي دخل وجهني لنقطه ثانيه خالص، ان في بند بيقول اختيار الفرق في حاله المشاركه او في المشاركه الافريقيه، فدي برضو نقطه محتاجه لا كلام. وهنشوف بقى الفتره الجايه، نحاول نتواصل مع الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، هنحاول نتواصل مع حد من الرابطه، حد من اتحاد الكوره. خلي بالكم احنا الكلام ده بنتكلمه، او الاستاذ ايمن الشريعي بيتكلمه، او الاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري بنتكلمه في حاله اختيار الفرق اللي هتشارك في افريقيا من نتائج الدور الاول. من نتائج الدور الاول. والدور الاول ده اللي هيحصل، انا بقول لكم ده اللي هيحصل، ان الدوري بتاعنا هيخلص متاخر جدا، مش الاتحاد الافريقي مش هيستنانا لما نخلص الدوري في شهر 9 ولا في شهر اخر 8. ان البطولات الافريقيه الجديده هتبدا في شهر 8، كونفدراليه ودوري الابطال. هيتم الاختيار الفرق اللي هتشارك في افريقيا من نتائج الدور الاول. هيحصل زي ما بيحصل كل سنه. فخلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل. احنا شرحنا موقف المصري، استاذ ايمن الشريعي شرح لنا موقف نادي انبي، والموضوع مش هقدر اتكلم فيه حاجه دلوقتي بقى، خلينا ايه نحافظ على حقوق الناديين لغايه ما نشوف القصه من ناحيه رابطه الانديه ومن ناحيه الاتحاد المصري لكره القدم.